أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عن إصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي جراء إطلاق نار في منطقة التماس بالقرب من مدينة طول كرم. وذكرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن هناك اشتباها في أن ما جرى كان إطلاق نار عن طريق الخطأ بين جنود من الجيش. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل رؤية في فلسطين حافظ أبو صبرة. أهلا بك حافظ، صباح الخير. ما هي آخر التفاصيل لديك حول الحادثة، حادثة إطلاق النار التي حدثت يوم أمس؟ يعني هو منذ قليل أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الجندي الذي أصيب خلال إطلاق النار المتبادل بين قوتين من الجيش الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل بمنطقة شويكة في مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة. و يعني الحدث وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية. الإعلام العبري أعلن عن عملية إطلاق نار فدائية، وأن مطلقي النار قد انسحبوا بعد تنفيذهم للعملية، وأن الجيش الإسرائيلي دفع التعزيزات بحثا عن المنفذين، وأن قواته ستقتحم مدينة طول كرم حيث أنهم يشكون بأن المنفذين انسحبوا صوبها. وبعد ذلك بساعة تقريبا اكتشف داخل الجيش الإسرائيلي بأن وحدتين من قوات الجيش كانتا في المنطقة، ظنت كل منهما بأن الوحدة الأخرى هي مقاومين فلسطينيين فأطلقوا النار على بعضهم البعض. وأن ما حدث هو يعني حدث داخلي في الجيش الإسرائيلي. المحللون يقولون بأن هذا الحدث هو فشل استخباراتي أكثر من أن لو كانت الحادثة عملية فدائية فلسطينية، ويدلل على أن أيضا سهولة أو السماح للجنود الإسرائيليين بالضغط على الزناد بسرعة هو ما أدى إلى نتيجة كهذه، وهو ما أدى إلى كل عمليات الإعدام التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين، سيما ما حدث فجر أمس في كفر عقب إلى الشمال الغربي من القدس المحتلة، حينما يعني أطلق أحد الجنود رصاصا من مسدس كاتم صوب رأس الشهيد محمد شحام مباشرة بعد أن فتح باب منزله في المنطقة خلال مداهمة لقوات الاحتلال قبل الفجر. وبعد ذلك قال الجنود لوالدته بأننا دخلنا إلى منزلكم بالخطأ وأطلقنا النار على رأس ابنك بالخطأ وتركناه ينزف حتى ارتقى شهيدا ومن ثم خطفنا جثمانه. يعني الحادثة في طول كرم تعيد إلى الأذهان كيف قام جنود الاحتلال بإعدام العديد من الشبان الفلسطينيين، ويقول محللون بأنها يعني تعكس مدى استسهال الجنود الإسرائيليين بإعدام الفلسطينيين فور يعني شكوكهم دون التأكد حتى من وجود عملية إطلاق نار فدائية من قبل مواطنين أو مقاومين فلسطينيين بحق الجيش الإسرائيلي. نعم. هذا كل ما تحدث عنه المحللون في ظل أن بالأمس أيضا كانت ليلة مشتعلة في الضفة الغربية، يعني حاصر فلسطينيون في بلدة برقة مركبة أو باص كبير للجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة عن طريق الخطأ، ويعني حدثت مواجهات كبيرة بين الشبان الفلسطينيين والقوات التي دفع بها الاحتلال معززة لتسهيل انسحاب هذه المركبة، واستمرت المواجهات حتى ساعة متأخرة من الليل أيضا في بلدة سباستيا. تبعا لهذه التعزيزات حدث مواجهات أكثر عنفا، وكان هناك عدد كبير من الإصابات بالمطاط وبالاختناق نتيجة قنابل غاز مسيل الدموع. نعم حافظ، سريعا وبالختام، هل ما نراه اليوم من عنجهية للاحتلال وجنود الاحتلال والعشوائية وأيضا مثل حادثة يوم أمس هو دليل على ضعف وخوف جنود الاحتلال مما قد يحدث من عمليات في الداخل الفلسطيني، من عمليات فدائية يقوم بها الشباب الفلسطينيين كالحادثة التي كانت قبل أيام على أسوار القدس؟ يعني هو الإسرائيليين اليوم باتوا لا يتوقعون أين ومتى ستحدث العمليات الفدائية الفلسطينية، في ظل أن المنفذين باتوا ينفذون العمليات بشكل فردي، لذلك أي حدث يخيفهم بشكل كبير، ويعني يجعل من الأمر عشوائي أكثر في التعامل بالنسبة لأفراد جنود الجيش وحتى للضباط وللمستوى السياسي أيضا في الداخل
الإسرائيلية المحتل، يعني ما نشره الإعلام العبري فور حدوث أو وقوع حادثة طول كرم أمس على أنها عملية فدائية وأن الجيش دفع بتعزيزات وأنه سيقتحم مدينة طول كرم بحثا عن منفذي العملية وأن طائرات مروحية ستشارك في عملية البحث على طول الجدار الفاصل في منطقة شويكي، كل هذا حدث خلال ربع ساعة، نشر مكثف من معلومات مكثفة من قبل قيادة الجيش الإسرائيلي صوب الإعلام العبري الذي نشر بشكل مكثف، وأيضا الإعلام الفلسطيني والعربي نقل عنه بشكل كبير. بعد ساعة اكتشف بأن ما حدث هو يعني مجرد حادثة بين أفراد كتيبتين في الجيش الإسرائيلي، هذا يدلل على مدى الخوف الكبير، ويقول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينيين بأنه هذا يؤكد على نعم. أن هذا الجيش الإسرائيلي ليس سوى وحش من غبار. نعم، شكرا لك حافظ أبو صبرة، كنت معنا من فلسطين، شكرا جزيلا لك.